الاهلي بيطلع بيان بيقول ان مجلس ادارته بقياده كابتن محمود الخطيب هيزور نادي الزمالك، واداره الزمالك برئاسه كابتن حسين لبيب بترد ببيان وبترحب بالزياره. قصه جديده قديمه حلوه دايما بين اكبر قلعتين للرياضه المصريه، وما بين الجديد والقديم كان في شويه حاجات ما حبيناهاش وودتنا لاماكن ما كناش ابدا نتخيلها بين الاهلي والزمالك. النهارده صفحة جديدة اتفتحت بين الأهلي والزمالك، صفحة لازم كلنا بدون استثناء نساعد إنها تفضل مفتوحة بين أعظم ناديين في الكورة.